السلام عليكم أعزائي التلاميذ. الآن ننتقل إلى تصحيح الأنشطة المخصصة لدعم الدرسين. إذن النشاط الأول، اكتب العدد المناسب. 3 قناطر كم تساوي من كيلوغرام؟ من خلال العلاقة التي تعرفنا عليها أو التي تربط بين القنطار والكيلوغرام، أن 1 قنطار يساوي 100 كيلوغرام. إذن للحصول على الجواب يكفي أن نضرب 3 في 100 تساوي 300. المثال الثاني، 2 طن كم تساوي من كيلوغرام؟ كذلك من خلال العلاقة التي تربط بين الطن والكيلوغرام، أن 1 طن يساوي 1000 كيلوغرام، وبالتالي 2 طن كم تساوي؟ طبعا تساوي 2000 كيلوغرام. المثال الثالث، 5 كيلوغرام كم تساوي من جرام؟ كذلك بنفس الكيفية نعلم أن 1 كيلوغرام تساوي 1000 جرام، إذن 5 في 1000 تساوي 5000. المثال الأخير، 5 جرام كم تساوي من ميلي جرام؟ كذلك نعلم أن العلاقة التي تربط بين 1 جرام هي 1000 ميلي جرام، وبالتالي 5 جرام تساوي 5000 ميلي جرام. نمر الآن إلى النشاط الثاني، أحيط بخط الكتلة المناسبة في كل حالة. نبدأ بالصورة الأولى، إذن ما هي الكتلة المناسبة لقياس هذا الشخص؟ هل هي 1 طن أم 1 قنطار أم 10 كيلو جرام؟ إذن طبعا هي 1 قنطار، لأن 1 قنطار تساوي 100 كيلو جرام. نمر إلى المثال الثاني، ما هي الكتلة المناسبة لقياس هذا القلم؟ هل هي 6 قناطر أم 6 كيلوغرام أم 6 جرام؟ نعم 6 جرام، إذن أحيط هذه الكتلة. نمر إلى الصورة الثالثة، ما هي الكتلة المناسبة لقياس السيارة؟ هل هي 1 طن أم 1 قنطار أم 10 كيلوغرام؟ طبعا 1 طن، نعم لأن 1 طن تساوي 1000 كيلوغرام، ونستعمل طن لقياس الكتلة الثقيلة. نمر إلى الصورة الأخيرة، ما هي الكتلة المناسبة لقياس الفار؟ هل هي 1 هكتوغرام أم 1 ديكاغرام أم 10 جرام؟ طبعا هي 1 هكتوغرام، لأن 1 هكتوغرام يساوي 100 جرام. إذن أحيط هذه الكتلة، وبالتالي نكون قد أنهينا هذا الدرس، وإلى حصة مقبلة بحول الله.